طف يا الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 25 درجة مئوية، الملموسة 24، الرطوبة 59%، والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. للانتقال الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا، إربد 25 إلى 12، عجلون 23 إلى 10، جرش 25 إلى 10، المفرق 27 إلى 13. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 26 إلى 14، الزرقاء 27 إلى 13، العاصمة عمان 25 إلى 13، مأدبة 26 إلى 13، أما البحر الميت 32 إلى 19. المنطقة الجنوبية، الكرك 22 إلى 13، طفيلة 22 إلى 12، الشوبك 21 إلى 13، معان 29 إلى 17، والعقبة 31 إلى 20. المنطقة الشرقية، رويج 33 إلى 18، صفاوي 33 إلى 17، ونفس الحرارة في الأزرق. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.